السلام عليكم عواشر مبروكه. جبت لكم اليوم بطبوط بدون ذلك غينفعكم في شهر رمضان، ساهل وكيجي زوين. خليكم معايا. اول حاجه كتاخذوا اناء كديروا فيه معلقه كبيره ديال الخميره، هذا راه ما يحتاجش تدلكوا وانتم غادي تشوفوا. والمكون السحري اللي كتضيفوا معاه هو حليب بودره، كديروا جوج معالق كبار، كيعطي واحد اللذة وواحد الطراوة للعجينة. هنا كديروا كأس ديال العنبة ديال دقيق القمح بالنخالة ديالو، دقيق كومبلي، معلقة ديال السكر أو سنيدة، وكأس ديال الماء. كتخلطوا كل شيء هاد المكونات وكتخليهم واحد 10 ديال الدقائق تقريبا حتى كيرتاح الخليط. هنا غنخلي 10 ديال الدقائق ونعاود نرجع لكم. من بعد كتضيفوا 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض بالحساب، كتحصلوا على عجينه بحال هكا. صافي غير كتخلطوا هنا كيف كتشوفوا، راه غير خلطت ما دلكتش. كدهنوها بشويه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، بهذه الطريقه. كنعاود ناكد هنا راه ما كدلكوش البنات، ها هي غير خلطت العجينه كيف كتشوفوا. كتاخذوا واحد البلاستيك نقي كديروا فيه العجينه، صافي كتوركوا غير هكا شويه بصبعكم، كتعاودوا تقلبوا البلاستيكه، هذا هو الدليك ديالها. صافي كتخليوها 15 دقيقه، من بعد كتخمر وكتولي رطبه بوحديتها على هذا الشكل. هنا كتضيفوا واحد القطرات ديال زيت الزيتون، صافي كتشكلوهم هكا قريصات. كتقرصوهم بدقيق الحرش او دقيق كومبلي كل لو كيسميه. صافي هما البطبيطات، كتخليهم حتى كيخمروا شويه، غير شويه، كتبداو طيبوهم كيف كتشوفوا قدامكم. ها هما ما دلكتهم ما حتى شي حاجه حتى لاخر لحظه وكديروهم. اعتمدوا هذه الطريقه راه زوينه، ما كاين لا دليك لا حتى شي حاجه، خصوصا حنا كلنا في شهر رمضان كنبغيو البطبوط، كنستغناوش عليه، خصو يوميا يكون في الطبله. ها انتم كيفاش كيجي. عواشركم مبروكه واعتمدوا هذه الطريقه، ومازال عندي لكم السهل في كل وصفه ان شاء الله. السلام عليكم.